كعادته النظام التركي ووفقا للسياسة الاستعمارية المتابعة لديه يسعى للتسلل إلى منفذ جديد في الاقتصاد العراقي، وهذه المرة عبر بوابة ميناء الفاو الكبير، خاصة بعد افتتاح العراقي الأرصفة الخمسة وقرب إحالة تشغيله إلى شركة عالمية. وزير التجارة في هذا النظام زار محافظة البصرة بحثا عن عقود ومشاريع رغم استمرار جرائمه بحق العراقيين واتباعه سياسة التضييق المائي عبر دجلة والفرات. أنا أتعجب عن الاستقبال الحكومي للوفود الرسمية التركية، على الرغم أنه عندها كثير من الاتفاقات ما حققتها، فقط يعني مجرد أنه تصريحات إعلامية فقط، يعني نسمع بهذا الموضوع يعني عبارة عن حركات هوليودية من الجهات الحكومية فيما يتعلق بين تركيا والعراق. للأسف أنه اليوم تركيا لا زالت تقصف العراق، لا زالت تقطع الماء عن العراق، لا زالت لا تنفذ الاتفاقية بينها وبين العراق. أنا أتعجب اليوم على قضية اللي هو استقبالهم وضيافتهم وبالتالي أيضا دعواتهم للاستثمار. مشروع طريق التنمية والقناة الجافة يعد الأهم إقليميا في هذه المرحلة، كونه سيربط بين العراق وآسيا وأوروبا، أمر تدرك أنقرة أهميته وتريد أن يكون لها موطئ قدم فيه لتتوسع بعدها وتستحوذ على الحصص الأهم وبالتالي التحكم في مفصل مهم من مفاصل الاقتصاد العراقي، يعد رابطا بين آسيا وأوروبا وأحد مصادر الاقتصاد العراقية. القناة الجافة التي تخص ميناء الفاو، هذا المشروع الذي أصبح اليوم محط أنظار كل الدول خصوصا المجاورة العراق واللي تربطها هناك علاقات تجارية، يجب أن يستغل العراق هذه العلاقات وتكون بصالحه، جزء مهم من كل التسهيلات اللي تخص هذا البلد والمردودات الاقتصادية أيضا اللي راح تنعكس على العراق تحديدا. نأمل أنه تطبق جميع الاتفاقيات العراقية التركية وتفعل على أرض الواقع بحيث يستفاد منها العراق بشكل أكبر، بالتالي نصل إلى فائدة أكبر. نتمنى إيقاف أيضا تجاوزات تركيا دائما ما تكون في شمال العراق، وحصة العراق العادلة من المياه تصل بشكل جيد ومتواصل للعراق. مختصون يحذرون من مخاطر سياسة النظام التركي في المسار الاقتصادي، ويطالبون الجهات الاتحادية بضرورة وضع قواعد صارمة تمنع أي هيمنة تركية على المشاريع المفصلية العراقية والتعامل بندية مع هذه الدولة التي تواصل العدوان على إقليم كردستان وتنتهك السيادة الوطنية باستمرار. إيهاب الركابي، اليوم، مدينة البصرة.